بدل ما عتم متان كسي بيم يوت ان شاء الله امتحان دوم في دو يا كم بوتان احتر اوان زين شو انا ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه مختصر الإملاء والتمرين جيشنا نبابي دوم الباب الثاني في الحروف التي تزات أو بباس مانكرت تن حرفك من هي أم حرفان الزيادة أكرين ناخوين درين شوا زي رواية هندي كان أخوين دريتوا بلعم لأصلي كلمة كنية هندي كانش ناخوين دريتوا تن حرفك من باسكرت يكم حرفي ألف ألف لتن شوينية زيادة كريت لعبري حفدة سيري كتابك تامكم ألف لتن شوينية زيادة كريت باس مانكرت هروها هاء السكت هاء السكت هر لنا وكي ديارك الله هاء السكت يعني هائك ناخوين دريتوا لكاتي يا أخوين دريت شو جاري وهي لكاتي وقفة لكاتي وقفة أو ها أداء نريت أجينا لكاتي وقف نبيت ها أكدا نانريت لكاتي وقف نبيت ها أكدا نانريت إنجا حالتي سيمش يك حرفي ترماني زياد أكريت حرفي واوا أما أنا ما نخندوا ألف أو كباس ما نكرت ألف لتن كلميك زياد أكريت جاري واهي لوسط الكلمة وكو كلمي مئة أو بو أنسريت ماء بلام خوي مئة أخندريتوا إتر لحالتي مثنايا هرواية يا تسعمائة أجر مركب جبوه هروابها من شواعينا أو ألفاء زيادة كريت أنسيت تسعمائة بلام تسعمائة أخوان دريتوا إلا لحالة جمع نبات بونمونا مئون مئين أو ألف زيادة كريت أما أو حالة ما نباس كردوا حالة شتر أو أتمن ألف أما لوسط كلمة بو إن جاء جاري وهي ألف في آخر الكلمة يا الطرف كوكو جاءوا لدواي واو كواوي جمعة واوي ضمير لدواي أو واو ألف فارقي بيوتريت أو ألف داء بنريت بوأوي أو واو بخاوني أو كسيك أي خوينيت أو بيلت أقادار بأم واو واوي جمعة واوي أصلي نية ككاتي واوي أصلي بو ألف دانان ريت أو ألفش هربها ماشي وناخر دريته هندي حالتش معناه لنهاية الشعر كان جاري وهي بوي مدي أو كلمة بكريت أو عينا باس ما نكر وفوق العرش رب العالمين أها أليرا بلام أخر دريته إضافش أكريت أخر دريته ليرا لو كان ناخر دريته أما ألف من خنت أما درسي رابر دوا هات ما نسأل هائي سكت هائي سكت خوي باسك أبو من تزاد وجوبا في ثلاثة مواضع تزاد وجوبا في ثلاثة مواضع لهنديشن تزاد جوازا إما تركيز كين زياد أوي كتزاد وجوبا لتي كاتيك وجوبا زياد أكريت أواني كجوازا زور تركيزنا كين سري وجوبا أو ما خلنت كالف فعل الأمر الباقي على حرف عند عدم توكيده وعدم سبقه بفاء أو واو وكو وتيقه نفسك إموتمان هاي سكت لكاتي تيا لكاتي وقفة ألي ران نسايتيك وأوبوتمان أو لا تربو بلتي نفسك قه نفسك قه يا ما لك إه ها أو ها أخو اندريت شو إضافة كلاها سريا أجينا خوي نفس قي نفسك قي يك حرفة الله في الفعل الأمر الباقي على حرف تكون أصلي كلمة قه لوقاوها توا ره فعلي تيه ره فعلي أمري تيه ره بالي ره رأى يرى فعلي أمري رأى يرى ره خوي ره ره هندي كلن ري بلام ره بس أمها أزيادة كريت لبروي وثمان في الفعل الأمر الباقي على حرف يك حرفة أقلي لو وجوبا أبيه هائي كيبو زيادكي جاري واهيا لو وجوبا نامني أقل فائك لبيش يبو يا واويك لبيش يبو أما أنا من همو يباس كردوا
أقلرة كجوازن أبد أتواني بلي فقه يان فقي هدو شيء أبد أو لا تروايا كرأي كاتب مانوايا ومؤلف كتابة كمانوايا أو لا تر إضافينكي أما زور ترنشوكا أما حالتي يكم تائسة حالتي يكم أما من باسكت دينا سر حالتي دوام كسي بخينيتو بمان ما وصى كامل خطي خينيتو الثاني للا باري هجدة الثاني تقريبا بين جمسره والثاني أحسن وعليه أحسن وعليه العمل نأ نأ أو الأخوار هو لا باري لا باري يعني هر لا باري سري بين جم الثاني فيما الاستفهامية المجرورة بإسم إذ تحذف ألفها نحو بمقتضى ما بلى إن كانت مجرورة بحرف جاز الأمران وزيادة الهاء أجر قياسا واستعمالا نحو إلى مه وعلى مه وحتى مه بارك الله على في ما الاستفهامية المجرورة باسم ما الاستفهامية المجرورة باسم أما أنواع ما من ورقت بيرتانا ماي استفهامي ماي اسمي منهبو ماي حرفي منهبو أو تنبيرك جدول يكم بوتانكر ليش لنوع كاني ماي اسمي ماي استفهامي هبو ما الاستفهامية أو بهر أم نمونة من دعوة مقتضى ما ألوه أو أجر إضافة كرا باسمك و ماي استفهامي إذا أضيف إلى الاسم يعني مجرور بو باسم ألو حالة وجوبا أبي أجر وستين لسريها يعني أجر طرف بو وستين لسري وجوبا أبي هاي شي بو دابنين بلام أجر إضافة كرا بو بحرفوا إضافة كرا بو بحرفوا لبيرتان نسيما إلى ما علامة حتى ما عما عما أمانة ما نجيك شي باسكت أأليرا جوازا أتواني دايبني أتواني دايني أويك إما أمانة بيخونين كتشية في ما الاستفهامية المجرورة باسم تحذف ألفها تكم خوي بمقتضى ما خوي لأصلوايا كلمك بمقتضى ما بلام دواي أويك ألفكي الروات وتمان تنها لاستفهامي بيرتانا وتمان عما أها كألف كينا ما بو أزانين أما استفهامية تنها لاستفهامية كألف كنا منه كألف نما ألم حالته ها إيشي سكتي بودا أن ريت أجر وصاي لسري ها إيشي سكتي بودا أن ريت كأجر وصاي لسري عما يتساءلون بلام لقرآن وانية لقرآن وان سلاوة إلا لرواياتك ككاتي بوستي لسري عمه أهو أخندريته عمه أجر وستاي إن جالي يتساءلون ألي ولو رواياته رواياته كنسي ملايكم حقفة خوشم أو رواياته من أخوين داوة كألي لحالتي وقف رواي رويس بن يعقوب الحضرمي أو يلو إيش لو روايانا تنها ألي أخندريته أجر برون ليوتيوب بقرين سيركن أواء إخوينه قارئ كان عمه هاك أخندريته يتساءلون أهو أخي أندريتو أو إما بس ما نتشيه ماي استفهامي المجرورة باسم باسم كبمقطع بوت هي دايبني ها إما الأولى أو هانو سيمان إلى إلى مه ألير أو هانو سويتي
سنسينا كمان بلام الاولى اما وانسيمان الى ما اجر امها ابوي اضافه كرا او جيانا كيتو زوري لاملاء كان وايكن اوانيك املائين زوري وايكن اجر امها ابوي اضافه نكرا او لو حالته او انسيته الى ما حتى ما حتى ما يان أجر أو ها بنسرت حتى مه. بلى. بلى. هل وها عينا بهمانشي وحتى ما علامة عم بهمانشي وعمش بهمانشي وأبت. هكذا يرسمها الإملائيون منفصلة عن الاسم والحرف عند زيادة هاء السكت ككاتي هاء السكت نسراء أو هاء نسرات بلعم أجر هاء السكت لقل نبو بخوار ونسرات وهيج كشت نابت بلع أما فيما وعمه فرسمه جريا في المسألة على منوال واحد بارك الله تنهى في مه لقل عمه الله إملائي كان أو ها يعني لقل ينسيو جان نكر دوتو إملائي كان نحاتنا ها فرق معنى هي إملائيين فرق يعني هي لقل نحاتا إملائي كان جان نكر دوتو تنهى لفي مه لقل عمه الله أولات رواية مؤلف ما نلا أولات رواية لسر يك من والبروين يعني لسر يك ريجا بروين يك طريقة بروين با أوش جاب كينو في مه عم مه الله باش تروى جاب كينو بلام أم الله كجاء نكدوتو إملاء كان جاينا كانوا وجاء في القرآن الكريم ولم تزت يا أبا الأسود يا أبا الأسود لم خلفتني وقوله بارك الله فيك خذ زاد هذا فيم قتلتم شهيد الله في رجل طاغ قد أوعث في البلدان والطرق أو يكش لو شعراني حسان بن ثابتة كيشك الأصحاب كان بيغمري خو عليه الصلاة والسلام شاعري بيغمري خو أبو صلى الله عليه وسلم أم شعري لسر خبيبوت خبيب شهيد كردني معلومة ككاتي قريشي كان وعد يشان دابي وعهد يشان دابي ككوت أسير بكوت جدس يعني خوي تسليم يعني كرت كوت يعني هيك تلينا كين أو كاتس حبي كان يعني يمكش بلام أمس يكذبون كخبيب يكشي لو أنا بو غدر يعني ليكرت إن جاء حسان بن ثابت أم شعري ود كدواي كعهد كان شكانو كتشون كشتين ألي رأى الله هكذا لسروا الله أما نحو في مه وعمه فرسمه كثير من الإملائين هكذا مطلقا أو من باسكت وجاء في القرآن الكريم القرآن فيما كنتم عما يتساءلون لما تؤذونني إموتمان أمانة أجر كاتيك أجر أما استفهامية لقل حرف أبو واجبنية هذا القرآن أو هنسويتي واجبنية جائزة أتواني وبنسي أتواني وأنا نسي بلام أم رأي وايا رأي كاتبة كمان وايا أم طريقة يلا مشهورة لزماني عربي أجر بمشي وازش بنسين وإن سلكوا غيرها أجر لأنه حاتج غيري أم طريقة يعني شكر دوا كألين في مه يان عمه هنديش يعني الله وين سلك وغيرها كديان شكر دوا توب بلام أم طريقة إيش مشهورة لزماني عربي وربما حذفت ألف ما ولم تزت هاء السكت وسكنت الميم وصلا ووقفا في الشعر جاري وهي لشعرة أوها توا ألف كش حذف قريت وها أكش زيادة كريت لا
لهندي الشعرة وكو نموني داو بمان لشعري كونا يا أبا الأسود لم خلفتني أها ميما كش ساكن كراو لم خلفتني يا أو شعري كحسان بن ثابت باسمان كرح شعري شدورو دريجة أو يشي لبيت كانتي ويندر أن تثبت ألف ما في شعر أو نثر كم جار أو ألفي ماك كيمالين ما الاستفهامية ككاتي نسايا أو حرفي بيشي وألفك نامينيا جاري واهي ألفك لهندي الشنخ ويمينيت لهندي الشعر لهندي الشعر نمونيش داو بمن على ما قام يشتمني لإيمونيا يشتمني هردو شئبت يشتمني ويشتمني لإيمون هردو شئبت وقول الآخر بلا قول الآخر ففيما يكفر فتلو بلا ألوي قراءة عكرمة أوهاتوا عما يتساءلون إما بس ما انكرت هندي الروات أو الرواية أو قرآنك إما لجير دسمان حفص يعني عاصمة بوشي وازش نسراوتوا هندي الروات وكو رواية رويس بن يعقوب الحضرمي بهائش إخوانيتوا عمه أو أخوان ليتو ككاتي بوستي لسري بلام كدادا ميكو عينا وكو قارئ كانت رالة عما يتساءلون عينا وكو قراء كانت رالي خوانيتون بلام عكرمة أليف شي لغل يزياد كردوا عما يتساءلون شون كباس ما كرت لهندي شوين هيا لروايتي عكرمة شكا روايتك لوهاتوا كبوشي وازن سراوتو بلام إلا ندورا فلا تحذف إلا ندورا ولكن تزال هاء السبت نحو أمم أي ما بل ألف ماك فإن لم تكن مجرورة باسم أو حرف يعني أو ما استفهامية أجر اسم حرف لقلي نبو مجرور نبو باسم حرف شن كم جار أوها أداء نريت يا ألفكي أروى كم جار وكو ثم ما أوها أبودان رالة بروي بو ثم ما ما خوي لأصل ثم ما ما يكي استفهامي بو أو ألفين لادا كوسطان لسري إما وتمان هاي سكت لحتي حالة دان ريت أقر وسطاي لسري لم حالتش كوسطاي لسري هاي سكتي بو يدانا الثالث سدو حالة ما قنت حالتي يكم تشيبو حالتي يكم وثمان أجر هاي سكت لتي حالتي كدان ريب دسي رابردو بس ما كردو إيش مراجعي كمان كردو هاي سكت لتي حالتي كدان ريب في فعل الأمر الباقي على حرف أو حالتي يكم حالتي دوم هاي سكت لتي كاتي كدان ريت أجر أو ما استفهامية لحالتي ما استفهامية كمضافة إلى اسم أما واجبة مضافة إلى اسم وكو بمقتضى ما أما حالتي دوم دين سر حالتي سيم أما حالتي أنا لبركا حالتي يكم في الفعل الأمر الباقي على حرف تيتي دوميا أجر إضافة كرا هرنمونك لبركا بمقتضى ما يا جوازا حتى ما علامة إلى ما أما نقشتها أتواني إضافة كين السري دي نسر حالة سيم الثالث في يسمى حرف الهجاء ونحوه إن كان متحركا إذا زهد الزاي من زيد فإن كان ساكنا كجاء من زيد بقي على سكونه وتوصل إليه بهمزة الوصل هكذا إي ليرا باسي أو معن بوكات الله ككاتي إما بنمونا كلمة زيد من هي ككاتي أمانو كلمة زيد شي بكينو ألين لتشي أو بيكا وهاتوا لزاي ليا لدال بلام ككاتي بلين زه ككاتي في مسمى حرف الهجاء بمنا وش أو تري زه لم حالة لين زه أجر حرفكي كميان مفتوح بو بلام أجر ساكن بوكو يائي دوام إمالين زيد لتشي بيكاتو علين زه إي لقل ده أمس لمسيش تبيكاتو زيد تكم حرفي دوام يانتيا
ساكنة كساكنة لحالتي سكون أبي همزيك بكينا بيشيان وبلين إي لإي هاء زيادة كريت بلان لكاتي مفتوح هاء كزيادة كريت زه إي ده أها زيد بو زيد أما ما بس أوي بلان ولا تزاد على كتابة المسميات نحو حامي ياسين طه والعمل على اتباع الجمهور إلا في طه فيتبع فيها ابن مالك ليرة هذا كم شيء تعبوه بسم حاميم لقرآن أو هانسرا ويا طه مثال ترشي داو بمن أو كان تجيبه ياسين بله ياسين القرآن أو هانسرا ياسين أو الساب أحمد سينا كما بسم قال ما كتوزب إزعاجة سير حاميم لقرآن وانسراوة طهاش لقل ياسين أجر كسي نايو بنين حاميم حاميم نايو كم معنها بلام ياسين معن بيني وو طهاش معن بيني وو أجر كسي نايو بنين ياسين أهو نايو نسين ياسين أهو نسرت ياسين ويا بلام طهاش عينا بهمان شوا طهات جوازة حاميم أجر كسي نائب بنين حاميم أبي وابي نسين حاميم أما جمهور لسر أوان كأجر هموي طه وحاميم ياسينش حاميم طه ياسينش طهاش طه أبي أوها جمهور لسر أوان أوها به ما عدا ابن مالك ابن مالك الله النخر أبي أوها بنسرت جمهور فشيمان بنو لسروي لك كلمة طه تنها لطاها كسك نايو بنسري طاها أو نسري طاها وانا نسري جمهور لسرم دوانا لن أبي أوها بنسري بلان طاها لن قينا لسر رأي ابن مالكين ألوه أرون سر رأي ابن مالك كتشيا طاها أوها بنسن في مسميات أجر كسك نايو نرى هرتي شتيك ككاتي نايو أو حرفا دابنين أوها أكري بلان من غلط بوم أرو الله جوانا جاء اترسموا حمامين حامين بيه نعم حمد ولا تزاد بلى ولا تزاد هاء السد فيما اذا سمي بالحروف من قراءه السور مثلا ولكن الجمهور اما ما خنت بلى واذا سئلت عن ماده الرضا مثلا بلى عدم زيادتها بلى من كتب اللغة علي رباسي تيمان بوكات على مادي كلمي رضا و الرضا تن حرفة رضا و رضا و علي أجر إما بيخويني نوا ككاتي رضا و لحال الأخير يعني كلين وه وه ألو حالة أبي بو أخير كان هاء دابنين بو أخير كان هاء دابنين تكون مشهورة أو شت أو حاطة وعي بلام لآخر عليه ولكن اشتهر عند الكتاب واللغويين عدم زيادتها لهندي لكتاب لغوي كان على زيادة نابن بلام لأصلا أبي بلي رضا وه مادي كلمة الرضا لموهات ورضا وه أو حالته هكذا وبعض العرب
بله. ويا به أقبل. كأنهم أمانها مباسكا بومان لهردو حالتك أبيت أتواني ديني هاك أتواني أو ها أدانني هم يبومان باسكات العرب لهند يشون الله وتويانا يا لا أب لغيري يا أب أقبل يا كلا أب لغيرك لا أبا إن جات شيء أبيت لا أبا أبيت لا به يا أبا يا به حتى العربي عشارة كان يا به أو هاء أو أصلها ها يا به خوي يا أبا يا أبا إن جاء يا به هي وش وايلها توا إن جاء وأصلها وأقدر من وأصلها تاع وثاني لين ويا به أقبل يا به أقبل خوي تيا يا أبا أقبل أو هاي بلى زيادة الواوي وسطا شنك من ما هنا زمزور من ما هو بلى وابزانم أمره بس بيت خوشم توزي دنقم تاونية بينز دقة عشاء تكون ما تاونا بيت واوكي بوحفتي داتو إن شاء الله واوكش أخوانين هيت برسيارة كي ليرة بلى زيت اما اوتمان كلمه زيت كلمه زيت ككاتي بلين زيد لتشي بيكاتوا لحرف زاي بيكاتوا لحرف ياء بيكاتوا لحرف دال بيكاتوا بلام زايكا مفتوحه ياءكا ساكنه دالكش مفتوحه ام تفصيله او هبدين زورك هرلين زا اي دا زا اي دا تو خوت زاني كوتم ز يعني زاي مفتوح اي كوتم اي لحالتي ساكنه ابي همزه وصل لبيشي دابنين ان جا همزه كاينه تشكم همزه وصل لاصلا بوتي همزه وصل دانر للتوصل الى النطق بالساكن نابي هرلين اي اي او نابت لزماني عربي قبولي ناكات مجبورين همزه وصل دابنين لتي شونه همزه وصل بيني او بيشي ساكنه همزة الوصل بوتيداني للتوصل إلى النطق بالساكن جكم لزماني عربي لا يبدأون بساكن ولا يتوقفون على متحرك أما قاعدة لزماني عربي لسر متحركنا وصل كوصان أي كان ساكن لسر ساكنش دس بيناكن كدسيان بيكر هروا دس بيناكن مجبور همزيشي وصل دابنا إن جاء وثمان زا زلم حالة هر خوي نابت وكو أويكا تشون وثمان ره إي قي وكو أوانيا أليرا مجبورين هائشي بوزيافكين لزكو دكا زه إي ده لم حالطة هائي سكتي بودابنين يعني ما واجبة لم حالطة إيش بسيارة البلا أما رواي رويس بن يعقوب الحضرمي الحضرمي بلا الحضرمي بطات يعممون يعني تعنيم يكن تون الله بكردي قشتاندن او اي بالضبط قشتاندن هر بالضبط واي بكردي وابزا معي قشتاندن بلا هيك بسيارك يا امرأة اي الله زياتر